السلام عليكم ليديز حموموشات، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهالي النواعم، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. اليوم إن شاء الله غادي تشوفوا معايا وصفة رائعة رائعة جدا بالنسبة للبنات اللي كيضعفوا بزاف في شهر رمضان، أو اللي كيجيهم الجوع، سواء كنت غليظة ولا رقيقة، ولكن كيجيك الجوع وما كتقدريش انك تستحملي طيله اليوم. وكذلك هذه الوصفه زوينه بالنسبه للبنات اللي كيفقدوا الوزن بزاف بزاف في شهر رمضان، ويمكن اصلا تلقيها هي رقيقه وكتزيد، المهم كترقاق، كتوصل لواحد الوزن اللي هي ما كتكونش مرتاحه فيه. فعندي لكم حل بسيط جدا، انني غنعطيكم واحد الطريقه زوينه زوينه بزاف غادي تاخدوها في، يعني هي اكله، ماشي اكله، يعني واحد الحاجه بسيطه غتشوفوها معايا الان، غادي تاخدوها مع الفجر، وفيها كلها مواد اللي ما سهلاش انها تهضم، وبالتالي غادي تبقاو طيله اليوم عندكم الزاد ديالكم ان شاء الله. فوصفتنا بسيطه، غادي نحتاجو هذا المكون الاكثر من رائع يا البنات، واللي متواجد ما شاء الله، اللي هو السمسم او الزنجلان. الزنجلان كاين كذلك بعض البنات اللي ما كيبغيوش ياكلوا سلو، يعني داك السلو كيقهمهم، فهذه احسن طريقه، وراه المذاق ديالها راه زوين، يعني ماشي شي مذاق ما غاديش يعجبك ولا. المهم غادي تاخدي السمسم، غادي تعولي على واحد كيلو ديال كل جوج كيلو ديال السمسم في شهر رمضان. غادي تجيبيهم المهم وغادي تحمصيهم، ثم غادي تطحنيهم في الطحان الكهربائي. البنات اللي ما كيعرفوش السمسم من دول اخرى ولا الزنجلان، هو هذا، ها هو يا البنات، هذا محمص، ما تحمصيش بزاف، المهم غير تحطي، المهم غير واحد شويه على المقلاه، يعني على النار صافي، وتنزليه. وغادي نحتاجو الى مكون اخر اللي هو اللبن، اللبن ماشي الحليب، غادي تحتاجوا الى اللبن، لان اللبن صعب انه يتهضم، فلهذا قلت لكم اللبن. ها هو يا البنات، راني استعملت اللبن، شوفوه معايا. وغادي نحتاجوا كذلك عندي ملعقه من العسل، الى متوفر عندكم يا البنات العسل اللي كيكون طبيعي، يعني عسل النحل، غادي يكون افضل، يعني زدوا قيمه غذائيه. ما متوفرش عندكم، جودوا بالموجود. هذه الوصفه يا البنات راها توب توب، وبالتجربه بالتجربه، وكذلك بالنسبه للمرضعات راها كتليق لكم. ونزلت لكم كذلك وصفه الشوفان، ولكن البنات اللي ما كيعجبهمش الشوفان طبعا مع بعض الاضافات، فبامكانكم تستعملوا هذه الوصفه، راها رائعه رائعه جدا. وكذلك بالنسبه للبنات اللي مثلا اول عام عندهم هذا غادي يصوموا، ولا الدراري اول عام غادي يصوموا، فكيجيهم صعيب شويه، فيعطيوهم الامهات هذه الاكله رائعه رائعه جدا. طبعا بعد وجبه السحور، مني غادي تسحروا، تكون هذه اخر حاجه غادي تاخدوها، وتاخدو معها شي تمره، يعني التمر راه زوين بزاف، وكذلك راها كتصلح لزياده الوزن، يعني خارج رمضان بغيتوا انكم تستعملوها لزياده الوزن راها زوينه، تستعملوها دائما قبل النوم. ولكن اللي عندها الكريشه ما تستعملهاش قبل النوم، لان غادي تزيد لك الكريشه. اما الا كنتي يعني كلك رقيقه وبغيتي تزيدي شويه، فبامكانك تستعملي هذه الوصفه. الا ما فهمتوش الغزالات ديالي اي حاجه اي حاجه، ما تردكم الا انا ميلكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات، وما تبخلوش عليا بشي دعوه ديال الخير، وترحموا لي على الوالده، وحابه لو تشاركوا الفيديو باش الكل يستفيد معنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.